اليوم تجربه التمر الناس طلبتها كثير امبارح عملناها على مين مريض سكر على مريض سكر وشفنا التاثير من الصراحة. اه راح نشوف اذا كانت الناس راح تتفاجئ ولا لا واليوم راح اعملها علي المريض الطبيعي المفروض طبعا <applause> اخذنا نوع تمر من السعوديه من القصيم اسمه تمر السكري طيب اخذنا آه؟ خمس حبات ليش اخذنا خمسه لانه هو متوسط الوتر آه؟ الناس تاخذ يا واحد يا ثلاثه يا خمسه شفنا تاثيره مبارح على مستويات السكر والانسولين وعلى الشحوم الثلاثيه في مريض السكري واليوم علي اذا انت مريض سكري بتحب التمر ضروري انك تشوف لانه نظريا المفروض انه معامل منخفض بس خلينا نشوف اذا هذا الحكي صحيح ولا لا نبدا يلا صدمة صدمة صح؟ جدا كنت متوقع هاي النتائج؟ لا والله الصراحة أحكي لك الصراحة ولا أنا يعني بالضبط يعني تمر معامل سكر منخفض نظرياً آه 39 من المعاملات اللي تحت وأنا تخيلت يعني أوكي عملنا على مريض السكر وعملناه عليه بس يعني انا كنت متوقع انت كان كان توقعك افضل من توقعي عشان الامانه انا كنت <applause> راح استعرض النتائج واشرح معناها اتمنى انه هذا الفيديو يوصل لكل الناس وخصوصا لكل الناس بلا استثناء وخصوصا مرضى السكري لا تنشرون الاشياء الهبله اللي زي تاعه الكورونا اللي عملتوا عليه قصه هاي الفيديوهات اهم والله هاي الفيديوهات هاي فيها مصلحتكم وفيها حياتكم هذا هذا اللي مهم هذا المهم انكم تعرفون، ها كورونا سلام عليكم شهر وبطل موجود صح؟ صح يلا والله هذا مع التمر دي الصراحه اهم من الكورونا بمراحل 100% طبعا يعني انا شغال في المجال ده لي زمان الصراحه ما توقعت نتيجة والله سمعت. لا انا توقعت من <applause> يجي منك <applause> يلا خليني استعرض النتائج نراكم رح بتاثير التمر علي انا، ابتديت في الصائم بنسبه سكر 100 وابتديت بانسولين 5.9 واللي هو الوضع اللي انا عاده بكون موجود فيه، الغريب في الموضوع انه خلال ال 40 دقيقه وصل منسوب السكر عندي ل 158 وهاي القيمه الصراحه مشابهه لقيمه السكر الابيض لما حطيته مع الكوفي، حطينا معلقتين اذا متذكرين. الغريب اللي انا فاجئني هو استجابه الانسولين العنيفه اللي حصلت عشان يحكم برضو السكر في هذا الموضوع. الانسولين اضطر ارتفع الى قيمه 86 في ال دقيقه، يعني ارتفع بكميه جدا كبيره الصراحه، انا ابدا ما كنت متوقعها ابدا، يعني سوري حتى في المشروبات الغازيه ما شفنا هذا الارتفاع. الشغل الملاحظه الثانيه على انه منسوبات الانسولين ظلت مرتفعه يعني ما نزلت انا بالعوائد تنزل عندي للحد الطبيعي، بعد مرور ال دقيقه ما زال في عندي ارتفاع بالانسولين 15.4 واللي هو لساته اعلى من بداياتي من البيز لاين اللي انا ابتديت فيه. أه الحاصل انه برغم من انه التمر برغم اني انا شخص صحي وانتم ان شاء الله بتكونوا صحيين الى انه اكله بالعدد بال... الكبير نعم له تاثير على السكر وعلى الانسولين وحتى لو كان بعدد فردي والوتر وال... وهذا عشان ننفي كمان الاشاعه اللي طلعت اللي بقول لك اذا انت بتاخذ التمر بعدد فردي ما بيتحول سكر واذا اخذته بعدد زوجي بتحول سكر هذا كله كلام فاضي ولا اساس له من العلم. ما نحاول بليز لو سمحتوا نربط السنة مواضيع السنة والممارسة بمواضيع العلم بالنسبة لمريضة السكر أنا أول شيء بتشكرك أنك يعني وافقت أنك تشاركي معنا هاي التجربة ابتدت في منسوب سكر كان 216 على الصيام وعطينا نفس العدد خمس تمرات طبعا استجابه الانسولين متوقع انها تكون ضعيفه لانه مريضه سكري اخر اليوم وصل الحد الاعلى كان 39 في بعد ال 100 دقيقه ومع ذلك كان ما زال السكر في ارتفاع طردي يعني بعد ال 100 دقيقه كان لسه بيرتفع ووصل منسوبه لغايه 292 واضطرينا نوقف التجربه طبعا لانه خلاص يعني قربنا ال 300 ما عاد فينا ان نستنى الا لازم تاخذ الدواء إن النتيجه والاستنتاج ان كان انت مقتنع على انه عدد فردي ولا مش عدد فردي ومقتنع انه سكر فواكه ولا مش سكر فواكه ولا انه التمر سنه ولا مش سنه العدد يحكم اذا انت كنت مريض سكري ارجوك يعني لا تتجاوز الحبه باليوم حدك اذا انت اكلت واذا انت كنت مريض طبيعي او شخص طبيعي كمان نتمنى انكم ما تتجاوزوا الثلاثه لاي سبب من الاسباب يعني خمسه بصراحه كثير للامانه يعني اتمنى انه هذا الفيديو يعني يكون فيه الفائده، اتمنى انكم تشاركوه، راح تفيدوا الناس كثير، هاي الفيديوهات التجارب اللي احنا بالمختبر بنعملها، يعني عم بتكلفنا جهد ووقت وفلوس، وكلها لاجل مصلحتكم لنوعيكم ايش التأثير الاغذيه عليكم، وارجوكم انكم انتم يعني تهتموا فيها اكثر من اهتمامكم بالشغلات اللي هي بصراحه ما الها معنى ولا تمس حياتكم ولا صحتكم، ونراكم بالصحه والسلامه.